مكتبان جديدان للوكالة الموريتانية للأنباء في ولاية البراكنة والعصابة وذلك انسجاما مع مسعى المؤسسة في تكريس أفقيتها على امتداد التراب الوطني ورصد جميع المستجدات الوطنية والتنموية وتنوير الرأي العام حول القضايا والتوجهات الوطنية الكبرى هذان المكتبان اللذان انطلقا من لحظة هذا التدشين من طرف والي ولاية البراكنة السيد مربي ربو البنان والعابدين رفقة المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء السيد محمد فال والعمير يدخلان ضمن التوجهات الكبرى للدولة في مجال الإعلام العمومي وضرورة تغريبه من محيطه المحلي وجعله سندا حقيقيا للتنمية أشكر الوكالة الموريتانية للأنباء على هذه البادرة النوعية من نوعها لتجسد اختيار من اختيارات رئيس الجمهورية وتقريب الخدمات من المواطنين هاي ما هي فقط بحث عن المعلومات وقيام بالحملات الإعلامية والبحث عنها يمكن تهيقر تقريب الخدمة من أهم خدمات الدولة من عمق السكان الموريتانيين. المكتب الجديد للوكاله الموريتانيه للانباء فضلا عن حداثه تصميمه واكتمال تجهيزاته يضم جناحا للتكوين والتاطير حول المستجدات الاعلاميه والفنيه الحديثه. ان المقر الذي ندشنه اليوم في مدينه الاك يؤوي مركزا للتكوين ارادت له الوكاله الموريتانيه للانباء أن يكون أداة لتمكين الصحفيين في مختلف وسائل الإعلام عمومية كانت أو خصوصية من الرفع من مهاراتهم وتزويدهم بوسيلة تكوين تتيح لهم الفرصة في الحصول على تدريب مستمر يفتح لهم الباب واسعا لمواكبة التطورات السريعة التي تحصل في مجال مهنتهم وينضاف هذا الإنجاز الى مجموعه من الاعمال قيمة بها خلال العامين الماضيين والمتمثله في تشييد مقر الوكاله في ولايه ترارزا، فتح مقرين في ولايه الحوضين الشرقي والغربي، ترميم المبنى المركزي بشكل كامل وفق المعايير اللايقه، فتح شريط الوكاله الموريتانيه بالانجليزيه، ادخال وسائط جديده للنشر تضمن ولوج اكبر جمهور الى منشورات الوكاله، عمدة مقاطعة ألاغا المساعدة ثمن هذا الإنجاز ووضعه في سياقه العام هذا افتتاح تدشين هذه الوكالة هنا اليوم بلنا إن شاء الله إضافة نوعية اللي قالوا الإعلام للمستوى الوطني وعلى المستوى المحلي نظرا لانتشار المعلومة المقلوطة والتضليل وعلى الوكالة الموريتانية للأنبان عن القائمين عليها حاسين بكل المسؤولية الكبيرة وداخل بناية المقر الجديد للوكالة الموريتانية للأنباء عين والي البراكنة والوفد المرافق مختلف أجنحة ومصالح المكتب وتجهيزاته بالمعدات المتخصصة في المجال وسمع إلى عرض مفصل عن كل جناح وتخصصاته ووظائفه كما زار الوفد قاعة أرشيف المكتب التي تحوي جميع الأنشطة الحكومية مبوبة في مجلات مصنفة وفق القطاعات الوفد طلع كذلك على معرض للصور القديمة التي تجسد ذاكرة الدولة الموريتانية أيام التأسيس وما قبل التأسيس وتحكي تفاصيل عن الوطن في مراحل متقدمة من التاريخ أحمد لندهمر قناة الموريتانية من مدينة ألاك